في فير بلاي اكيد اليوم او البارح في الليل انطلقت الاولمبياد، بداوا الرياضيين في المشاركه، البدايه كانت مع رمايه بالقوس، اليوم ايضا تتواصل المشاركه التونسيه تقريبا مالي ساعه نتاع الصباح بوقت تونس، يدخل ثنائي الكره الطاوله، كره الطاوله يدم حمام وكذلك فدوى الجارسي في المسابقه نتاعهم. على كل معنا بالتليفون بشرة من طوكيو ادم باش نحكيو معاه على انطلاق المسابقه اليوم. ادم اهلا بك. اهلا بك سلام، اهلا مستمعين اكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس الحمد لله. دونك ادم تبداو، قد عندكم وقت ساعه توا، احنا ما طفوا درجين في تونس، انا توا ال 11 درجين احنا. وعندك الماتش ماضي ساعه نتاع الليل بوقت تونس هكا ولا؟ الماتش 7 نتاع 7 ونص تاع العشيه، يعني هكاك تقريبا تقريبا الوقت هذاك ماضي ساعه نصف الليل تاع تونس وقت تونس. دونك حكينا اخر الاستعدادات للمقابله ادم، ظهر لي وصلنا تقريبا الوقت الحاسم، بدا عدد تنازلي باش الدخول في الاولمبياد. والله صحيح، هاي توا وصلنا معناها اللي الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله، كل ماتش وماتشوه محضرين كوم الفو، خدمه نتاع عام كامل ان شاء الله، الواحد ربي يوفق قدام الاوكراني اللي هو متكلاسي معناها 40 مونديال، ما فما حد شيء صعيب، وان شاء الله بقدرة ربي معناها الواحد يعطي له ماكسيموم ان شاء الله. ادم المقابلة ضد المنافس عندك عليه فكرة ولا مازلت؟ المنافس هو اوكراني اللي نعرفه انا، معناها المنافس اوكراني متكلاسي 40 مونديال حاجة هكا، يلعب في فرنسا، هذا اللي نعرفه معناه، ما لعبتش معاه قبل، أول مرة باش نلعب معاه، مي نعرفه معناه. فرجت فيه نتصور أكيد باللي فيديو تو، أكيد عندك فكرة عليه. أكيد أي أكيد فرجت فيه برشا مرات. نستناو، شنو نستناو من ادم حمام؟ والله نستناو كان الفوز معناها، حاجة ماهي صعيبة. وما يصعب علينا شيء بقدرة ربي معناها، نحاول باش نفرحوا الراية التونسية ونرفعوا الراية التونسية إن شاء الله. ميدالية صعيبة شوية ولا كل شيء ممكن؟ والله الحقيقة ميدالية صعيبة شوية الحقيقة. باهي، ما كنتش في الافتتاح اليوم اللي مازال متواصل تو، مشيتش الافتتاح؟ لا ما مشيناش نحن، باسكو غدوة نلعب وفدوة تلعب الصباح وانا نلعب العشية، ما مشيناش معناها. يتعب شوية خاطر اكيد وبرشا وقت فيها، في بالي فيه 4 سوايع ولا 5 سوايع. اي تعب ووقفة برشا اللي ما عندك ماتش صعيب شوي. كانوا الحقيقة كبيرة، الواحد ماذا بيه يرتاح، خاطر الصباح كنا ترانينا معناها، بون ملي جينا ما قصيناش ترانينا صباح وعشية، حبينا معناها ناخذ روبو معناها باش كومسا غدوة الواحد يصبح حاضر كوم يلفو ان شاء الله. احكي لنا شويه على الاجواء في القريه الاولمبيه، كيفاش اكتشفت الاجواء؟ انت اول مره في الاولمبياد ادم؟ في الاولمبياد اول مره، اول مشاركه. اي والله الحقيقه حاجه روعه معناها من كل النواحي، من النظام من كل شيء يعني، مش ما قيناش حتى اشكاليه، جوست المشكله في الديكاراجورير معناها، الواحد مازال ما تاقلمش شويه. لتو ما تاقلمتش، مازلت عندك قداش تو؟ 3 ايام 4 ايام غادي؟ عندي تو 5 ايام. 5 ايام. 5 ايام يقلقوا شويه مازلت. حكايه الديكاراجورير هي اللي تقلق اكثر حاجه معناها. سينو الباقي كل شيء الحقيقه، كل شيء متوفر، كل شيء موجود، ما لقيناش حتى صعوبة يعني. شوي سينو الكورونا فازتها شوية الإجراءات الصحية الوقائية ولا لا؟ ما حسيتوش بهذا؟ والله الحقيقة ما حسيناش بها معناها. معناها الناس كل تحسها كيف معناها، ونديري عايشين مع الكورونا ولاباس معناها، ما حسينا حتى إشكالية معناها. باهي فدوى بحذاك ولا؟ لا لا والله ما تحصلت عليها. ما تحصلتش عليها، باهي ان شاء الله في مناسبات اخرى تكون معنا. يعطيك الصحة ادم، بالتوفيق ان شاء الله اليوم.
نقولوا اليوم ولا غدوة؟ احنا عنا اليوم نورمال ماتش في الليل ولا نحن غدوة. اي دخل عندكم اليوم في الليل، نحن عنا غدوة. اي انت بتوفيق الماتش غدوة ان شاء الله ليك انت، واحنا اليوم اكيد الناس كل اللي يستناو اليوم الفجر تقريبا في ساعة متأخرة من الليل، اللي مغرومين بالكرة الطاولة واكيد اللي مغرومين بالرياضة الكل يتبعوا ملاعبيتنا التوانسة. بالتوفيق ادي، يعطيك الصحة على دخلك معنا. مرسي بوكو، مرسي بوكو. عايش فاصل موزيكا بعد شويه باش نكملوا نبداو في تغطيتنا استعدادات الانديه التونسيه لعوده البطوله وانطلاق التحضيرات مع مدربين الرابطه الاولى.